توفيق عبد الحميد قرر اعتزال الفن نهائياً. يوتيرن رح يكون آخر أعماله الفنية. وضعه الصحي ما بيسمح بتكرار تجربة التمثيل مجدداً، وريهام حجاج ليست السبب. إليكم في هذه الحلقة تفاصيل اعتزال توفيق عبد الحميد. فاجأ الفنان توفيق عبد الحميد الجمهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بقرار اعتزاله الفن نهائياً، وأكد أنه بعد انتهاء تصوير مشاهده في مسلسل يوتيرن لن يعود للوقوف أمام الكاميرا مجدداً. تردد بعد هذا القرار أنه تدخل ريهام حجاج في دور الطبيب اللي بيقدمه توفيق عبد الحميد السبب في ذلك، وتداوى رواد السوشيال ميديا منشور بيكشف أنه توفيق عبد الحميد كان غاضب من تدخلات ريهام حجاج في تفاصيل دوره. عبر توفيق عبد الحميد عن حزنه من تصرفات ريهام ولجأ للمخرج سامح عبد العزيز، لكنه ما استطاع حل الأمر وأصرت ريهام على إجراء تعديلاتها في العمل. رد توفيق عبد الحميد بنفسه على هذه الأخبار وكتب عبر حسابه على فيسبوك منشور جديد، وكشف من خلاله أنه سبب اعتزاله هو وضعه الصحي الصعب، وأكد أنه لا توجد علاقة لأي شخص بهذا القرار. أكد توفيق أن وضعه الصحي يحتاج لراحة واهتمام ما بيستطيع القيام فيه وقت الانشغال في التصوير، وصرح أنه قد يتراجع عن قرار الاعتزال إذا سمح له وضعه الصحي بالعمل مجدداً. وحذف توفيق عبد الحميد بوست الاعتزال ما دفع البعض للحديث عن تراجعه عن الاعتزال. توفيق عبد الحميد شارك في مسلسل يوتيرن بعد غياب عن الفن والتمثيل استمر 12 عاماً تقريباً، وطوال هذه الفترة كان بعيد عن الأضواء واللقاءات الإعلامية. تزوج توفيق عبد الحميد من سيدة خارج الوسط الفني ولم يستمر زواجهم طويلاً، وخلال فترة زواجهم لم ينجب أي أبناء وعاش حياة هادئة ومستقرة. لقاءات توفيق الإعلامية قليلة جداً، وكان آخر ظهور له في برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس. وتردد في وقت إذاعة الحلقة أنه طلب مبلغ كبير مقابل ظهوره في هذه الحلقة، وطلب التبرع فيها لصالح مستشفى أبو الريش للأطفال.